بموضوع الذي أثير في الشارع البلداوي حول انتشار مرض أو انتشار وباء وما شابه ذلك. كل ما هنالك أنه هناك انفلونزا موسمية حالها كحال أي مرض انفلونزا عادية، ممكن أن تسبب مضاعفات خطرة على الإنسان، وهذه المضاعفات تختلف من شخص إلى آخر حسب عمر المريض، حسب وضعية المريض، حسب الأمراض التي يحملها المريض، حسب نوعية الفيروس التي تصيب المريض. فندعو المواطنين الكرام إلى عدم التهويل والهلع إلى درجة أكثر من اللازم، وأخذ الأمور إن شاء الله ببساطة، وننصحهم إلى عدم التجمعات وعدم المصافحة وعدم والابتعاد عن المرضى المصابين بالإنفلونزا العادية، لأنه هذا المرض ينتقل بالرذاذ من شخص إلى آخر. أكيد هذا إحنا طبعاً على تماس مباشر كمستشفى وكقطاع رعاية صحية أولية، على تماس مباشر بإدارة الصحة صلاح الدين وبوزارة الصحة، وأيضاً اهتمام مباشر واتصال مباشر ويوم وشبه يومي مع السيد مدير عام والسيد مسؤول الصحة العامة الدكتور عباس بإدارة الصحة صلاح الدين. هذا اجتماع طارئ اليوم في قائم مقامية بلد برئاسة السيد القائم مقام والكادر الصحي وكثير من المسؤولين على وحدة الصحة في قضاء بلد. الحمد لله والشكر، احنا نحب نطمن العالم من خلال شاشتكم بانه هناك كثير من اللقاحات، ونطمن الاهالي بانه ان شاء الله نقضي على هذه الحالة الموسمية. احنا نقدر نقول هذه الحالة موسمية لانه هذه انتشرت في هذه الفترة القليلة، وان شاء الله احنا نقدر نقضي عليها بمساعدتكم وبمساعدة الناس. واتمنى بانه ما يكون هلع بالشارع وما يكون ذات الازدحام، لأنه الكميات اللقاحات الموجودة تغطي المدينة، وكذلك متكفل بها السيد مدير عام ووزارة الصحة بتوفير جميع اللقاحات الموجودة عندنا. وممكن للمواطنين التوجه نحو جميع المراكز الصحية، وبالتالي هناك كثير من الفرق الجوالة والفرق الراجلة التي تقوم بتلقيح جميع المواطنين داخل وخارج المدينة.